الحقيقة الكاملة، سقوط الاحتراف، هجمة شرسة جدا على النادي الأهلي، وفتح الأكاذيب للإضرار بالأهلي، موقف تاريخي بالصوت والصورة، كل حاجة للأهلي تلقيحة، حاجة تضحك، حقائق تعلن للمرة الأولى. رنيت له رنة كده ما مردش، خلاص الكابتن نادر السيد قال لي هتدخل كأنك موجود بقالك 10 سنين. بالمستندات والأدلة القاطعة، نص موجود إن هيهاجم الأهلي مش رامي، كشف مسطور وحساب كل متجاوز، يحدف طبطين على النادي الأهلي، لا لو حطينا الأسماء تبقى محرجة، حريتك تقف عند حقوق الآخرين. الحقيقة لها وجه واحد، تجارب كراهية الأهلي، والأكاذيب لها 100 وجه، مكرس عموده في التلقيح على النادي الأهلي. الإخوة إياهم وما أكثرهم، بدل ما نقول نادينا كويس نقول النادي ده كخة. في ملك وكتابة مع عدل القيعي وإبراهيم المنيسي، فقط وحصريا على قناة الأهلي.